انقطع اللايف ستوري كلش ساري، بس سبحان الله يعني اليوم اللايف كلش منفوس. شلون اكو اعرف اكو اوفر هاند ببروب فوق الحشوه؟ لازم تكون متواصله ويا السن. فديتكم راسا اجيتوا. يلا لعد نكمل ما دام اجيتوا، انا مع بالي راح تكونوا موجودين. زين الخطوات اللي تتخلص من الاوفر هانج، انه من تحط لاير مال كومبوزيت، هذا التو ستراكشر، من تحط لاير مال كومبوزيت تجي باداه حاده وتسوي له هيجي، تنزله كانما ده تنزله من الجنجبه حتى يصير متواصل ويا الجنجبه بروكسيمالي. تحط ال شو اسمه ال السترب او ال السكشنال باند بالضبط ببطن السلكس بحيث ما يطلع عنه. والادابتيشن شوفوا الاوفر هانج مال الانتيرير نفس مشكله الاوفر هانج مال البوستيرير، فنفس السيلينج لازم يصير بالانتيرير حتى ما يصير عندنا اوفر هانج ريستوريشن وجنجيفايتس. اوكي بعد ما كملنا البيلد اب، احنا لحد الان كملنا البيلد اب، اجي لازم اسوي فينيشينج. قبل شوي بنهايه اللايف قلت لكم سيرفايكالي لازم احنا نفوت البير ونسوي كونتورينج لكل المنطقة. البير لازم يكون مال فينيشينج مال كومبوزيت وليس مال أسنان مال توث، لأنه ممكن يشيل لكم من التوث. أتوقع بقى، أتوقع بقى، يعني أنا دائما أخربط بالبولشينج والفينيشينج. ها هي هسه أشرح لك. وهمينة لايف وعد من عندي، بما أنه هذا اللايف هيك الجعمر، وعد من عندي انه اسوي لكم لايف شو اسمه للفينشينج والبولشينج، شو اسمه للفينشينج والبولشينج. راح اشوفكم في الصوره. اوكي خلصنا بيلد اب. اوكي موجود البث؟ اي اوكي خلصنا بيلد اب. اول شيء اشيك التيث، اكو بيناتهم فصل لو ماكو فصل، هذا الشيء جدا مهم. ثاني شغله خليني اشوفكم هاي الصوره. قبل كل شيء انه اني السيرفس احتاج اسويه عدل بالديسك، تمام؟ احتاج ديسك، لازم ديسك. الديسك ماكو. هسه احكي لكم على البروتوكول مال الفينشينج والبولشينج ولايف للليرنج وكل شيء تدللون. المره الجايه ما راح اشرح هاي الاشياء، بس اسوي لكم ديمو او اسوي لكم هو نفسه هذا اللايف فيديو سايلنس. شفتوا شباب؟ هسه انتو يعني فينشينج والبولشينج والله مو مهم بقد البيلد اب. شوفوا هسه هنا انا عندي اوفر هانج، تلاحظون؟ هنا عندي اوفر هانج شويه، اجي اعدل السيرفس. السيرفس لازم يكون عدل. يلا ابلش ارسم المورفولوجي. اوكي؟ خلي اشوفكم. شوفوا خلصنا الفينشينج، خلصنا بس السموذينج، انه نعدل السيرفس نسويه عدل وبس. هذا الترانزيشنال لاين يحتاج يتعدل، هذا الترانزيشنال لاين يحتاج يتعدل، هذه الامبريجر ما تشبه هاي الامبريجر. احنا نعرف انه الامبريجر الديستال دائريه والامبريجر الميجيال مربعه. اوكي هاي الاشياء كليتها اني اسوي برايمري بولشينج واخلي البيشنت شو اسمه بيشنت يروح، تمام؟ خلي نشوف وين وصلت هنا ويا البيشنت. لهنا وصلنا، اول فيزيت لهنا وصلت، تمام؟ عندي دولي هاي ما تشبه هاي، الترانزيشنال لاينات مالتي كلها غلط. اذا كان عندي دولي لازقات ببعضهم، مرات من البوند او من الموديلينج ادخل الفشره الخضراء بين السنين وبس شويه هيك اباعدهم او بروب. واكو هذا المايكرو كات، مره هذا المنشار اللي نزلت لكم اياه شو اسمه، خلي اشوف لكم اكو في شيء طلع بالغلط.
خلي اشوف لكم الصوره مالت الفاينل ريزلت. زين هاي نفسها اوكي ده تشوفوها ده تشوفون الكيس. اجتي الكيس بعدين حطيت رابر دام وقعدت افتح ال بس اشوفكم. شوفوا هاي الصوره فتحت الكونتاكت بين السنين اوكي دخلت فينيشينج ستريب اوكي سويت سيرفس عدل مرت اللخ لازم سيرفس عدل سموث ما بي اي جاب ما بي اي مشكله الترانزيشنال لاينات مالتي بدت تتبين بدت تترتب وخلي نشوف الفاينل ريزلت وراها شلون طلعت. خلي اشوفكم هواي احنا عندنا صور بكيف شوفوا ها قبل ما اسوي ال شو اسمه ها قبل ما اسوي المورفولوجي باعوا الترانزيشنال لاينات مالتي طلعوا اعتيادي الامبريجرز مالتي متشابهين اوكي هاي تشبه هذه هاي تشبه هذا هذا الترانزيشنال لاين يشبه هذا اذا ارجع احط كومبوزيت لازم اسوي اتشينج اتشينج فور كليننج وارجع بعدين اسوي شو اسوي احط سايلين ساند بلاستينج اتشينج ساند بلاستينج وهذه كانت خلي اطلع لكم الفاينل ريزلتس خلي اطلع لكم اخر صوره ما اعرف وين الفاينل ريزلتس اكيد قبل الفاينل هاي ورا ما عدلت المورفولوجي بيير افتح الكونتاكت الكونتاكت ما تنفتح بير الكونتاكت تنفتح بالستريب اوكي والمايكرو كات هسه اشوف لكم اياه المايكرو كات خليت كومبوزيت مرت اللخ في مكانات معينه ما دا اتذكر وين الكيس مو جديده بس حطيت كومبوزيت في المكان ما دا اتذكر خلي اشوف اتوقع بالامبريجرز اتوقع هنا انا حطيت كومبوزيت اتوقع واتوقع انه كان اكو خلل بالعرض مال الاسنان عدلته ما دا اتذكر الامانه لانه اني اصلا itching for cleaning اذا نسوي كومبوزيت ريبير زين خلي اطلع لكم هاي الباوربوينت خلصنا سوينا السيرفس عدل كل شيء ما بي اوفر هانج ماكو ترانزيشنال لاين عدل ترانزيشنال لاين انجل عدل اوكي ترانزيشنال لاين انجل ممكن خلال الادابتيشن يبين عندي هوايه اوكي اكو هنا عندنا جروف اوكي واكو هنا عندنا جروف عندنا هاي هي نفسها الكيس مالتي اوكي عندنا هذا الكيت لطيف وعندنا اكو الكيت مال فينشينج ما شوفوا شوفوا احنا نحتاج بير حتى نقص بيه تمام نحتاج كون حتى نسوي بيه ذني الجروفز تمام حتى نسوي بيه ذول الجروفز ممكن بهذا البير ممكن بهذا البير ذولي كلش مفيدات للمورفولوجي وذولي للبولشينج ذولي موجودات بجوته وموجودات بالايف هذا الكيت هو مال جوته اللي عند شركه في اي اوكي فايتال الاينس ذولي دكتوره اللي تسميه خطوط هم الديفلوبمنتال جروفز دكتوره نوره اوكي الميزيال شوية أطول من الدستال ذولي يقدرون يساعدوني بالأنجوليشن مال التوث يعني إذا التوث أسوي الجروفز بهالاتجاه التوث راح يصير مايل بهالاتجاه إذا أسوي عدل راح يصير عدل تمام هذا البير يفيدني كلش هواية وأكل الأصفر من عنده بعد أحسن أوكي يفيدني أشيل الأوفر هانج ريستوريشن شوفوا شوفوا هاي ورا الفولو اب باعوا الجنجيفا ما بيها اي اوفر هانج نهائيا نهائيا هذا اهم ما
بالموضوع. غالين جوتا غالين، ها هي هسه انطيكم بدائل الها. اوكي هذا اي فينيشينج بير مال كومبوزيت تحتاجوه، هو والاصفر تمام لهنا واصلين حلو. ذولي ممكن من ايفي تويست، اوكي، وذولي هذا هاي ممكن من دين سبلاي، اوكي، ولو الشعب قاطع دين سبلاي تمام شباب. زين البولشينج لازم مود ووتر، والله ما اعرف بيش البولشينج لازم مود ووتر. ليش؟ لشغلتين، لسببين. اولا الديماركيشن لاين راح يبين عندي، لراوينا صوره الاوفر هانج صار هسه اشوفكم، لازم يعني مو شفتكم اياها خلي اشوف بلكت انا عندي وحده من الكيسز مالتي اوفر هانج. زين لازم البولشينج ود ووتر ليش؟ لانه بالضبط يبين الخط الديماركيشن لاين راح يبين عندي وراح يصير عندي اوفر هيتنج. الاوفر هيتنج في حاله الفايتال توث راح يصير ياذي البلب، ممكن يصير نون فايتال، وعندنا في حاله النون فايتال ممكن توصل الهيت وتسوي دمج للبريودونتال ليجمنت، اللي هي اني كلش اراعي موضوع البريودونتال ليجمنت والبريودونتال هيلث. اوكي كومبوست القديم والجديد ربطهم، لا هذا يراد للايف وحده. اللبث راح اقي لكم اياه، ايفي تويست كلش تفي بالغرض، ايفي تويست كلش تفي بالغرض، اني كلش احب ايفي تويست ترى، يعني ايفي تويست فتشي تحتاجون بير اصفر، اوكي تحتاجون ديسكات، ديسكات من اي براند، ديسكات حتى تسوون السيرفس عدل. اجينا سوينا سيرفس عدل املس، قبل كل شيء احنا ايش راح نسوي؟ راح نشيل الاوفر هانج ريستوريشن، خلي اطلع لكم فلينج ونسوي عليها فينيشينج بالقلم. والله خطايا انتم بهدلتوا لي. زين ايش راح اجي اسوي ولو اني هاي مفنشتها يعني شويه؟ اوكي زين ايش راح اسوي هنا؟ ايش راح اسوي حرفيا؟ اوكي اول شيء هذه المكانات اعدلها اذا بيها مشكله انه هذا ما يشبه هذا او اعرض. الاوفر هانج ريستوريشن ممكن باداه ارفع الربر دام فد هاي، تذكرون الكارفر مال شو اسمه، كارفر مال الاملغام، ارفعها هاي شويه هيجي وانظف من جواها بالبير، اوكي، وراح اجي اسوي السيرفس عدل بالديسك. لهنا احنا حلوين، لهنا احنا حلوين، سوينا وخرنا الاوفر هانج، سوينا الترانزيشنال لاينات، وسوينا السيرفس عدل. اجي اسوي جروفين، الميزيوم اطول من الدستال، البير حركه مال البير مالتي حرفيا هيجي، اوكي يعني البير بالابر، الابر هسه هذا السنترال، اجي احرك البير بهالاتجاه حتى اسوي الجروف، اوكي هيجي اصعد بيه لي فوق حتى يصير مثلث وما يعبر هوايه. الادوات اللي فتحت بها الكونتاكت، هذا طبعا كيس بعدني همينه، طبعا انا كوما عندي كيسات وما منزلتها لانه ما عندي وقت اسويها، ملتهيه بلايفاتكم. هذا ضروري كلش بالعياده لانه يفيد بالدايركت وبالاندايركت. هذا المايكرو كات، اوكي طبعا هاي اندايركت، هاي كراونز، هذا يفيد اذا لزقت الكومبوزيت ويا اللخي نتيجه اي شيء، اوكي يفتحها، بس لازم الجوانب مالته مو كاتينج بس من نانا كاتينج، انتبهوا على هذا الموضوع. الاوفر هانج شلون نشيلها؟ يلا هسه احنا تقريبا خلصنا، مرات بنفينشينج من نسوي ممثله والاكلات يطلع دنتين. الاكلات شنو ممثله منو؟ الاكلات ليش يطلع الدنتين ونروح للانامول شلون نحلها؟ يطلع الدنتين ويروح للانامول، ها لازم انت من البدايه حاسبه حساب دكتوره، لازم من تسوين بيلد اب بالريموت مال سبليت صديقكم ابو الطياره، من تسوين بيلد اب لازم تشوفين انه تباعين بروكسيمالي هذا التوث وهذا التوث، اوكي لازم تشوفين الدنتين انصى من العلو مال السن اللي بصفه، يا بير الجروفات، الجروفات ممكن ذول الجروفات ممكن بهذا البير،
وممكن بهذا البير ممكن تبلشون بذولي الذول الفشارات اوكي، وممكن بعدين تعدلوها بهذه اوكي. هذه شويه تطلع الجروفز اعرض. ادوات ستايل ايطاليانو الكوبي ماشي حالها ابدا، لا تلتزمون. شوفوا انا الفشره مثلا ما استغني عنها، كوبي مو كوبي اي اداه او اي ماده انتو تطلعون بيها شغل ترى كلش اعتيادي. يعني اني يعني حتى الاطباء اللي وياي يمكن هسه موجودين هم الاداه ترانزيشنال لاين، اكو اداه نستخدمها بي بس احنا هسه حاليا دا نسويه بالباند. اذا بعد الفينش يظهر خط الفرق بين الحشوه والسن شلون نعالجه؟ لازم ترجعين تعيدين الحشوه وتسوين بافلينج اقوى. والدنتين شوفوا هذا الكلاس 4 اوكي، هذا الحد مال الكافيتي. الدنتين لازم اوصله لحد الحد مال الكافيتي واجي اغطيه بانامل، مو اخليه انصه من الحد مال الفلنج ويصير هنا ببطنه انامل، لا لازم يصير متصل بالضبط ويا الدنتين وبعدين اثنيناتهم اغطيهم بانامل حتى الديماركيشن لاين ما يبين عندي. اذا الادابتيشن ما كان كافي وصار عندي فراغ بين جهه البروكسيمال شلون نعالجها؟ عيديها دكتوره عيديها. اي شيء عندكم خلل بي ممكن تعيدوه، يعني عادي شيلوا من الكومبوزيت رجعوا، ممكن تحطون سايلين فوقه وبعدين تشتغلون. الديسكات والكون دولي كلهم فينيشينج اوكي. ادوات الكومبوزيت تستخدمي ستايل ايطاليانو سولو انتيرير وسولو بوستيرير بالضبط. استخدم اني السولو انتيرير والبوستيرير اي لطيفه، يعني تفيدني بالادابتيشن. اذا عبر الدنتين فوق البافل ايش راح يصير؟ راح يبين عندك اوباسيتي في النقطه هيك، اوباسيتي فوق ايش اسمه، شلون نحرك البير لما نسوي جروفز بالضبط هيك زيجزاج ونصعد فوق. بس تفوتون لليوتيوب حتشوفون كل هاي الاشياء مشروحه، بس انتو ما تعرفون هي هاي شنو الهدف من عندها. خطوات الربط الاتشينج ساند بلاستينج وسايلين. اتشينج ساند بلاستينج وسايلين اي بالضبط بالريبير. اتشينج ساند بلاستينج سايلين بوند سيفي الباشر، راح ابقي لكم اياه، راح ابقي الجليسرين. ها اسمعوا هذا الموضوع صاحر تحكي عليه. الجليسرين شنو فايدته؟ مركزين نكمل شباب نكمل لو نروح نحكي على الاكسجين انهبيشن لاير ونحكي على الجليسرين وفايدته. منو هذا سائل سؤال؟ دكتوره بالفري هاند شلون احدد اطوال الاسنان؟ عينك ميزانك، يعني لازم تعودون عينكم على انه تشتغلون صح. عندك قناه على اليوتيوب؟ لا يعني شوفوا انتم يلا نكمل. يلا شوفوا اكو فد شيء اسمه اوكسجين انهبيشن لاير، هذا كومبوزيت اوكي. اجيت سويت لي لايت كيور، حطيت لاير مال كومبوزيت. الطبقه الاخيره نتيجه وجود الاكسجين، نتيجه وجود الاكسجين ما راح يصير بيها بوليمرايزيشن اوكي. هاي اللاير هي الاكسجين انهبيشن لاير دي اللي حد الان حتى نعرف هي شنو الاكسجين انهبيشن لاير. الاكسجين انهبيشن لاير هي نون بوليمرايزد كومبوزيتس. الجليسرين يوخر البابلز باللايرز اللي يصير؟ لا ايات، لا عذريني سوري ايات انا طشت منك لما جيت بالله زين. هذا الكومبوزيت نتيجه وجود الاكسجين داير مدايره. جينا سوينا كيورينج الطبقه الاخيره، بس هاي الطبقه غير مرئيه، هاي الطبقه تكاد ما تنشاف اوكي. بالبولش راح تروح الاكسجين انهبيشن لاير بدون جليسرين دكتور. هي يعني مدرستين يعني قسم يقول لازم نحط ميديوم. بسمعوا خلي احكي لكم هسه انتظروا زين. صارت الاكسجين انهبيشن لاير، اجيت حطيت كومبوزيت اللاخ، هاي الاكسجين انهبيشن لاير لهنا بالاولى هي اللي راح تفيدني حتى تلزق اللاير الثانيه فوقها. اذا هي مفيده بس بالطبقه الاخيره هي ما راح تفيدنا. ليش ما راح تفيدنا؟ لانه هذا كومبوزيت عجينه باقي برا، بس هذا مايكرونات اسم اوكي، تكاد انه تكون معدومه. هذه راح تسوي ديسكلريشن و تخلي البولشنج يصير مو مضبوط، يعني
هو not fully polymerized composite. البرايم لا ال ال منو اللي يسوي المودلنج ليكويد هو اللي يسوي بابلز. المودلنج ليكويد إذا زيدناه بالبرش، إذا هواية حطينا بالبرش مودلنج ليكويد راح يصير عندنا شغلتين، أول شيء قلص سترينث مال الكومبوزيت، وثاني شيء راح يسوي لي اير بابلز. إذا المودلنج ليكويد مو سبح، حرفيا مو سبح. بنات فيميل دنتست أنا شرحت لهم قبل، مثل من نسوي كبة أوكي نبلل إيدنا حتى الكبة لا تلزق، بس إذا حطينا هواية ماي الكبة راح تنفل، حرفيا الكومبوزيت هو نفس الشيء. زين إيش أجي أني آخر لير بالأكسجين إنهيبيشن لير شلون أمنعها؟ أوكي أجي أحط جليسرين أوكي كسيبريتنج ميديوم أوكي حتى الأكسجين لا يطخها، وأسوي كيورينج راح يصير بيها كومبليت بوليمرايزيشن. أي شرحي مي الكبة أوكي دول البنات يعرفون موضوع مي الكبة بالضبط. هو المودلنج ليكويد اللي هو فائدته انه بس يسوي لي ادابتيشن ويسوي لي لوبريكيشن للبرش، بس زيادته راح يسوي عندنا يقلل السترينث مالت الكومبوزيت. الكومبوزيت مالتي راح يصير حاله حال فلوبل. تمام شباب؟ بعد شنو تريدون نشرح؟ احنا يمكن بس اللاست لاير نحط، ورا ما نخلص كل شيء نحط اوكش اسمه قبل الفينشينج والبولشينج نحط جليسرين. اما اذا احنا عندنا فرصه انه ممكن اضيف ماكو داعي احط جليسرين الى ان اتاكد من نفسي انه اني الكونتور مالتي كليته مضبوط. يلا شو اسمه يلا احط جليسرين واسوي نخلي قليل حيل مو لعويس على بالتش. بالضبط الجليسرين جل ما متوفر، يعني ما اعرف بالصيدليات، يعني الجليسرين والطبقه الاخيره يصير لهن كيورينج. بالضبط الجليسرين نحطه، الجليسرين ما راح يصير له كيورينج، راح ينغسل دكتوره، بس هو باعتباره مثل السيبريتنج ميديوم. دكتوره ورا ما نخلي جليسرين، يلا نجاوب اسئله، ورا ما نخلي جليسرين ونسوي كيورينج نحتاج ايه دكتوره؟ اكيد يعني هو جل بدنا نغسله، يعني هو السيبريتنج ميديوم، ممكن نستعمل سيريال ستريب وتلف على اخر طبقه بدل الجليسرين، يعني مش قوي. الطبقه الاخيره تستخدمين دكتوره؟ لا ممكن المودلنج ليكويد نستخدمه بس حتى نسوي لوبريكيشن للبرش. لاي بروفي بدل الجليسرين؟ ليش انت تخشنها بالزايد دكتوره؟ بس سؤال يلا جواب. البابلز شلون نتخلص منه دكتوره؟ البابلز هذا الموضوع كلش مو سهل، واهل الكومبوزيت اللي هم يشتغلون كومبوزيت ما حلوا المشكله، بس كل ما زاد الثيكنس كل ما قلت البابلز، كل ما زادت الليكويديتي مالت الكومبوزيت كل ما زادت البابلز. فانت اخذ كومبوزيت الليكويديتي مالته قليله يعني يكون صلب، وقلل مودلنج ليكويد لانه يسوي اير بابلز. اذا ما متواجد موجود بالصيدليات بلف الجليسرين، الجليسرين ممكن بعد يعني قبل البولشينج افضل كاخر نقطه للفينشينج والبولشينج. نريد لايف على مود شلون نخلي الكومبوزيت على كومبوزيت من عيوني. الجليسرين نفسه بالصيدليات بالضبط. دكتوره مرات البرش يصير بيها جزيئات ساند بلاست تسوي تصبغ للحشوه بعدين اثناء المودلنج بالبرامج؟ ما فهمت. ها اكو شغله مهمه، الجلوفز بدلوها الله يخليكم، لانه الجلوفز تخلي الحشوه تصير رصاصيه، يعني اثناء الشغل اذا الجلوفز مالتكم توسخت بدلوها، والبرش نظفوها، والادوات نظفوها. الكومبوزيت من التيوب مباشره للتو ستراكشر، مو نسوي دعابل هيك بايدنا لانه راح يصير رصاصي وراح يطلع الفلنج مالتنا الهيو مالتها رصاصي، كانما انتم خلطتوها ويا تنت رصاصي، لانه هذه الاشياء اللي بايدنا كتراب ذرات مال بريبريشن اي شيء هو يوسخ. المودلنج ليكويد زهراء، المودلنج ليكويد تروحين تلقيه فيميل دنتست منزله بوست عليه. المودلنج ليكويد عندكم نوعين حلوين، مال جي سي ومال كولزر، اثنيناتهم حلوات. جي سي غالي ويبقى فتره طويله، ويعني هو البراند الافضل، ومال كولزر يمكن 35 دولار اتوقع يعني، وهو كلش كميه قليله تحطون كلش كمية قليلة تحطون فيبقى فترة طويلة.
دكتورة بالنسبة للبولشنج جل كميته قليلة لو هواية. البولشنج جل قصدك البولشنج بيست. البولشنج بيست مو هواية يعني ماكو داعي هواية تحط. زين اذا نسوي ريبلاي للكم ساند بلاست اتشينج ويصير استخدم بطل ثاني مال جيل سادس بدون سايلين. شوف اكو قسم يقولون انه بالكومبوزيت ريبير لازم نستخدم سايلين حتى لو كان اكو الكومبوزيت مالتك بسايلين. اذا كيس انتيرير وغطيناها بسيلوي ستراب لا يعني ما منعنا الهواء دكتورة. البديل الجليسرين اكو ماتيريال هي خاصة على جي سي هي تمنع الاكسجين انهبيشن لاير. الانامل تخلي الليرات لير واحدة دكتورة. الانامل تخلي ليرات لا الانامل بس لير واحدة شباب بس لير واحدة ما يحتاج نضيف اكثر يعني لانه هو اصلا الانامل 0.5 مليم ما يصير نتجاوز اكثر. دكتورة نخلي الكويدام او جل الوفيرا او جل ممكن الالوفيرا بالضبط. زين اذا حشوة ورا شهر صار بيها فركتشر يصير نخلي سايلين ونضيف كومبوزيت بالضبط. تسوي بالبداية تسوي رفنس بعدين ترجع تسوي ساند بلاستينج بعدين اتشينج بعدين سايلين بعدين بوند بعدين كومبوزيت. السايلين هو يربط الرزن باي شيء. الخشن قليل اصلا حسوي فينيشنج بولشنج. زين دكتور اذا ما عندي جليسرين بلحظتها عادي استخدم الميكة. ممكن تستخدم اي جل ثاني اي ووتر سوليبل جل. متخرجين جدا شنو الكتب السهله المفيده؟ والله ما ادري انا من شنو تخرجه جديده كنت استخدم بنو سكرو. انا لحد 2015 انا اسوي امالغام. فاني لا تاخذون مني نصائح الخريجين الجدد وانتم الافاق لكم هوايه. شوفوا ولا تحسون الدنيا مسدوده بوجهكم. انتم سووا اي شيء يجي قدامكم نجحتوا بيه نجحتوا ما نجحتوا عوفوا. هسه انا مثلا سويت لايف بالانستغرام شفت الناس الفيدباك مالته زين واستفادت حطه على الانستغرام. شفت الفيدباك مالته مو زين والشباب مثلا ما استفادوا والبيشنت مالتي حسوا انه هذا اللايف مو مفيد لهم ها هي بعد ما سوي الانستغرام. احنا التجربه هي افضل شيء انه نستفاد من عنده حتى نعرف شو نسوي. جربوا يعني انا مثلا سويت تريننج ونجحت غيري سوى تريننج وما نجح. طريق النجاح مو واحد. حاولوا باي شيء قدامكم طالما عندكم وقت. زين نستعمل مسحوق خفان شنو هذا؟ لا هذا ما اعرفه. باي شيء ننظف البرش يعني البرش بالزاهي عادي تتنظف. شنو الساند بلاستر؟ لا هاي ضروري يعني لازم تقري دكتوره نتالي رايش بتسخين الكومبوزيت. هو مو يساعد بالادابتيشن؟ يساعد بالادابتيشن اكيد امام يعني ما بمشكله يعني ممكن الكومبوزيت اللي يكون الثيكنس ما تاكلش عالي ممكن نسوي له هيتينج. بس هو الهيتد كومبوزيت اكثر شيء يستخدموه بالسمنتيشن مال الاوفرلي وممكن بالسمنتيشن مال الفينير مال هم يعني. دكتور البولشنج جل كميه المضافه لازم هواي لو قليله ما يحتاج هوايه. دكتور اللي يسوي ادابتيشن بالبوند شن جاوبين؟ لا ليش ادابتيشن بالبوند ثاني؟ هو البوند بسعر الموديلنج ليكويد ليش ما نشتري هيك شو هيك فقط نوع واحد؟ ايه اكيد الموديلنج ليكويد يعني الموديلنج ليكويد هو قلت لكم مثل ماي الكبه هو بس حتى البرش والانسترومنت حتى الانسترومنت المتال ممكن يسوونها تبللوها بالمودرنج الكويت بس حتى مثل زق بس لا اكثر. لا بعدها هي لا فتنا بغير اشياء. الكومبوزيت ريبير فد يوم نحكي عنه ان شاء الله. وباقي باقي الاشياء ضروري تقروها. السيكونس للبولشينج اول شيء نسوي نوخر كل الاوفر هانج ونسوي الكونتور بالبير بعدين نعدل بالديسك. اوكي نعدل كل السيرفس بالديسك اذا استخدمنا ديسكات من الخشن الى العم يكون افضل. بعدين نسوي الجروفز. اوكي بعدين وراها نرجع نسوي بولشينج بالايف او باي شيء باي سبايرال. زين أنا راح أروح لأنه التليفون بدأ يخلص شحن. فيكفيني دكتورة بالعيادة كفيني Universal Bond Low Level Over Generation 406 Over Generation 406 عاد Universal كلش كافي. المكانات اللي ما نسوي له بيها Bubbling للسن المكانات اللي ما نسوي بيها Bubbling للسن راح يطلع عندنا بيها Demarcation Line.
الجل الالوفيرا يستخدمونه بمكان الجليسرين. يلا راح اروح كافي دكتوره. يصير نحط البرايمر على الجلوفز من نستخدمه او لا؟ اكو قسم يقولون انه هو مو برايمر, هو موديلنج ليكويد. البرايمر يختلف عن الموديلنج ليكويد, انتبهوا على هذا الموضوع. يسوي ما ادري يسوي مشكله بالسكن, وماكو داعي يعني انت باعي هذا ويستد ماتيريال اذا تستخدمي تحطيه على جلوفز وتستخدميه. بس هي الفكره وين, يقول لك من تجي تحط بالبراش موديلنج ليكويد امسحها لحد ما تترك خط مال مي, يلا تستخدمها. هاي الطريقه اللي نستخدمها. تدللون شو تطرحين السمنتيشن. السمنتيشن ان شاء الله المره الجايه اذا الله سهل. بس اريد شلون هاي الاسئله الحلوه, اريد اسئله ان شاء الله. كتاب مال كومبوزيت لايرز, اي كتاب شوفوا قدامكم اقروا طالما عندكم وقت اقروا. يعني هسه اني مثلا ما عندي وقت كل شيء اسوي, يعني اتمنى انه اقعد اقرا بس نهائيا ماكو وقت. تدللون وان شاء الله تكونون افتهمتوا واستفاديتوا, واشوفكم ان شاء الله بلايف جديد. حبقي اللايف لكم, انا ما احب تسييف اللايفات لانه ما احب انه يروح ينشر بالتليجرام. ليش؟ شوفوا هاي مو محاضرة ولا هي مصممة على انه تكون محاضرة, هذا لايف تعليمي هيجي لوجه الله تعالى بالوقت اللي متوفر. انا لو اريد هذا ينشر كان نشرته باليوتيوب, بس هذا بقيته سويته حتى للفائدة السريعة. لو اريد ينشر لا, لازم ارتب سلايدات واسوي لكم باوربوينت, والقعدة تكون غير شكل, الحكي يكون غير شكل, كلية هذا الموضوع. وما راح اقدر اخذ راحتي بالشرح مثل ما هسه اني ماخذة راحتي بالموضوع. فموضوع النشر اني مو كلش احبه لللايفات, يعني هي لو محاضرة بمؤتمر ايه على عيني وعلى راسي. اوكي, وان شاء الله اشوفكم المرة الجاية وتصبحون على خير. واريدكم تدزولي كيسات اشوفها مال انتيرير كومبوزيت والسمنتيشن المرة الجاية. دكتوراتنا الحلوات وشبابنا الحلوين ان شاء الله. تصبحون على خير, باي باي.